إن الحمد لله إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري 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 واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة هيا لنا من أمرنا رشدا هيا لنا من أمرنا رشدا هيا لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته إن شاء الله 130 حسب الأسئلة رقمه 130 هذا بالنسبة للأسئلة رقم التسلسل للأسئلة والحمد لله رب العالمين وسابق نتكلم على موضوع الدرس كثر علي الكلام وتعددت المصادر أن شخصا من موريتانيا كفر بالله أن شخصا من موريتانيا أبا وأما يجلس على أرض موريتانيا يعيش عليها يسمع ولانها وإقامتها رضع لبنها عاش في أجواء علمائها يسب النبي صلى الله عليه وسلم يسب أفضل خلق الله يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعجز العبارة عن أن تعبر عن مدى الحزن والاستياء وخطورة مستقبل موريتانيا هذا أمر يهدد الجمهورية الإسلامية الموريتانية إن هناك شبابا وهناك كهولا يبحثون من أجل الانتقام ممن يسب رسول الإسلام لا خير في أرض يسب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معنى الله أكبر إذا لم يكبر من كبره الله وعظم إذا كان الله يقول ورفعنا لك ذكرك هناك من يسب هذا الرسول المعظم أي فائدة فينا وأي إيمان
إذا كان هذا يصدر في أرض الجمهورية الإسلامية؟ ما فائدة القضاة؟ وما فائدة العلماء؟ وما فائدة الأولياء؟ وما فائدة الشرفاء؟ وما فائدة القبائل؟ وما فائدة الأحزاب؟ وما فائدة المنظمات؟ وما فائدة الصحابة إذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يسلم؟ لا خير فينا ولا فائدة ولا إيمان ولا فضل ولا نتيجة إذا كان يسب الرسول على أرض الموريتانيا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أرض موريتانيا، أرض علماء الشنقيط، أرض الأولياء، أرض المرابطين، أرض الفاتحين، أرض ويسب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. هل هذه أرض تصلح للبقاء على وجهها؟ هذا النوع هو الذي يولد القاعدة والماشية والمتحركة، هو الذي يفجر شبابا أعطوا نفوسهم لله حتى غلوا، لأنهم رأوا غلو أهل الفجور فتغالوا هما أيضا كالرد عليه. إذا لم يغير المنكر تنفجر الأمة، ينفجر شبابها، وينفجر علماؤها، وينفجر شرفاؤها، وتصبح مشكلة تأكل الأخضر واليابس. يسب الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. ما حالك؟ ومع ذلك كل واحد يتشدق، تشهد أن محمد رسول الله. أين أنت من رسول الله؟ رسول الله يسب، تكتب فيه الأقلام ويوضع في مواقع ويسرق ويروج ولا شعرة تتحرك. هذا النوع من تحدي الإسلام هو الذي يؤدي إلى الانفجارات، لأن هناك أكبادا وأدمغة لن تتحمل هذا أبدا. أرض موريتانيا يتهم فيها رسول الله؟ شاب موريتاني ابا واما اتربى على ارض موريتانيا، يشتغل في موريتانيا من سلالة الموريتانيين، ويسب رسول رب العالمين. ما كان احد يستطيع ان يتجرأ على هذا الا لما رأى من تساهل العلماء في رفع الصوت بالحق وعدم معاقبة الدولة لمن يفعل هذا. فلو علم أو يعتقد أن أمامه قطع الرقبة لفكر مليون مرة وأكثر قبل أن ينبس بكلمة حرام يكتبها. ما هذا؟ أرض مملوءة بالزنا، أرض مملوءة بالربا، أرض مملوءة بأنواع الكبائر. ثم يتطور الأمر إلى سب الرسول صلى الله عليه وسلم. يتهم رسول الله في العدالة، يقول إن رسول الله ليس بعادل، إن رسول الله عنده العنصرية، يميل إلى بعض الأشخاص دون بعض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أي قبيلة تقبل هذا؟ أي مجموعة ترضى بهذا؟ ومع ذلك الأحزاب ساخنة. هل هذه أحزاب الشيطان أم أحزاب الرحمن؟ تسقط على سب رسول الله؟
ما في حزب موريتاني تقد تتكلم في رئيسه والله مجموعته ما قام عليك في المواقع يسب من سبه ويلعن من لعنه ويطارد من طرده. فإذا سبوا رسول الله سكت، هل هذه هي الأحزاب الطيبة؟ أين المنظمات وأين الهيئات وأين البرلمانيون وأين العلماء اللي تمتلئ منهم التلفزة والإذاعة؟ أين الدعاة؟ أين الشباب الإسلامي؟ أين الإسلامي؟ إلى هشم رسول الإسلام أين؟ هل يصحها؟ أنا والله صدمت، والخبر ما وصلني إلا متأخرا، ما وصلني الخبر بشكل مفصل إلا مؤخرا، لأنني لا أتابع كثيرا من هذا الإعلام الجنوني الطيش. الانترنت التي تتكلم على كل شيء باطلا أو حقا لا تبالي بالمصدر ولا بالصحة، وتتجرأ المواقع فتروج للكفر بالله وللحال، يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمهورية الإسلامية لا يخاف شيئا، والمواقع تبث هذا لا تخاف شيئا. هل يصح هذا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية؟ لعن الله من رضي به أو شارك فيه أو دافع عن صاحبه، نرجو الله أن يلعن من روج له ومن رضي به ومن شارك في نشره، وأن يسلط عليهم قارعة من عنده. الجمهورية الإسلامية الموريتانية يسب واحد منها رسولنا صلى الله عليه وسلم، العالم من جميع جهات الأرض تحرك فيه المسلمون في جميع بقاع الأرض بأن الدنمارك أو بعض الدول أمريكا اللاتينية وغيرها صدر فيه كاتب كافر لما سب رسول الله، تحركت القارة، كافر سب رسول الإسلام فلم يرضوا بقوله، وامتلأت الدنيا تهديدا وتحذيرا. وموريتانيا أرض الجمهورية الإسلامية، من يصدق بإسلامنا؟ وأين علماؤنا الأجلاء؟ أخشى أن يأتي اليوم الذي يتحول فيه العلماء أذلة، ما هم أجلاء أذلة، وأخشى أن يأتي اليوم اللي يعود دعاتنا لا خير فيهم ولا فايدة، وشباب الإسلام لا يحرك ساكنا. لا إله إلا الله. أيسب أحد النبي الإسلام ويجد أهلا يقبلونه، أو يجد دارا يأوي إليها، أو يجد قريبا يدافع عنه؟ أتدافع عما سب رسول الله؟ يسب رسول الله وتدافع عنه؟ يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ميال إلى القرابات والعلاقات، وأنه متناقض في أحكامه، هذا النوع ما هو هجوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تكذيب لرب العالمين. هذا ملاهي، كذب الله جل جلاله. لأن الله دافع عن نبيه، دافع عنه في لسانه، قال عنكم ما يقول كلمة هكذا، وحلف عليها، قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، حلف هو ما هو ضال،
وانه ما هو راوي وانه ما ينطق عن الهوى، لن عنده شنه ان هو الا وحي يوحى، من علمه وعلمه شديد القوى. لا اله الا الله. زكاتك راسه فوق السماوات السبع، قال ما زاغ البصر وما طغى. زكى علمه، قال وعلمك ما لم تكن تعلم. زكى قلبه واتساع صدره، قال لم نشرح لك صدرك. زكاه من الخطأ والذنوب، قال ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. زكى مكانته، قال ورفعنا لك ذكرك. لما قال بعض المشركين إن رب العالمين إنه كاره النبي صلى الله عليه وسلم، إيش القرآن يقول له؟ مان الله ويحلف والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم عليك بالملحدين، وعليك بمن يسب رب العالمين ورسول رب العالمين، وعليك بمن يرضى بقولي. اللهم من رضي بقولي ورضي بعقيدته سلط عليه عذابا من عندك. هل يسمح لوزارة الاتصال ووزارة الإعلام شيء تابع لأي قطاع من هذه الدولة أن يروج للكفر بالله وسب رسول الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. هذا منكر أم لا؟ اللهم إن هذا منكر فأنكرنا، ولو استطعنا تغييره لغيرنا. هذا لا يكفيه درس، هذا لا يكفيه درس ولا دروس. وأنصحكم من الليلة أن تقرأوا الردة، أبواب الردة في الكتاب والسنة. إياك تعرفوا كانكم مسلمين والله كفار، ما دام لا يوخر معناها الناس ما تعرف الردة شنو. واحد لا يسمع انه مسلم ويتم يكتب كما شاء ويقول ما شاء. ولذلك ما ترى حد يسأل عن الردة. ماتت الردة في موريتانيا. هذا قال مولانا من يرتد منكم عن ديني عاد كلمة وتوفي. واحد الصحافي يقول اللي بقى، والصحافية تقول اللي بقى، والموقع يكتب لهم عارفين يرتد يتقع منه. الرسول صلى الله عليه وسلم إلي ترفع صوتك عليه ما تبقى عندك حسن. من درس حد قال انه ما هو عادل وانه ظالم وانه يميل الى الميز العنصري وانه يتصرف خارج العدل والإحسان. مولانا يقول إن الذين يحبون أن تشع الفاحشة اشكوا كاملين يا عباد الله المولانا أن يرفع عنا وأن يزيل عنا كل مكروه وكل ملحد وكل فاجر ولو كان من أبنائنا، أن يريحنا الله منه عاجلا غير راح. تضرعوا إلى الله من كل أحد يسب رسول الله ودين الإسلام. اللهم إنا نبرأ إليك من كل قريب ومن كل حبيب ومن كل صديق لا يتقرب إليك بطاعته. أحرى أن يسب رسولك صلى الله عليه وسلم. مواقع تكتب وأيادي تكتب وتحاول الطعن في عدالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. اللهم من يريد بهذا الشهرة والمنزلة، ومن يريد بسب العلماء
والسب الأنبياء والسب الصالحين، أن يريد به من يريد به درجة، حط درجته مع إبليس اللعين. اللهم من يروج للإلحاد والفساد صب عليه منك صوت علام. اللهم من يروج للإلحاد والفساد صب عليه ذلك الذي لا يرد عن القول. ومن رضي بذلك ومن روج ذلك ومن أحب ذلك ومن دافع عن ذلك اشملهم بعذاب منك لا يبقي ولا يرى. يسب رسول الله ومع ذلك ملاهبات لا يقدم عهد. يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وملاهي تعشى ويتقدم احركش من ده. المواقع ما تنفر وهلها ما يوقف. والله تعالى قال ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة راه لا الزنا، ان تشيع الفاحشة الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. هذا إشاعة الزنا والفاحشة، فكيف بمن يحب إشاعة السب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ مولانا يقول وإنك لعلى خلق العظيم وعظيم العظيم ما قد تقدر. إشي حد يطعنه مولاه يستقري مولانا عنه يقول إنه داخل قال له طبقه كامل وعدل اللي يرضي مولانا. يقول يا أيها النبي ويا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالاتي والله يعصمك من الناس. ورأيك يعقب يجيبنا في المصحف تتولى عنهم خليهم عنك فما أنت بملوك، لكن لعليك عدلت كم ومع ذلك واحد موريتاني ابن وأمة من طينة موريتانيا، ومع ذلك تتشدق إذاعة موريتاني وكلام موريتاني. وإحنا صرد العلماء، العلماء منين؟ أين قيمة العلماء؟ يعود يسب رسول الله وإحنا أولادنا وردنا في الصالحين الأولياء. هذا تحدي للحج منهم وإلاية للمجد. هل يسمح بهذا في أرض الجمهورية الإسلامية؟ هذا المال يعاقب شد العقاب وينكل به شد التنكيل. يا ريت يقبه العلماء وجمعوهم وعرضوا عليهم للي اصدر من امنه، ولن يعرفوا العقوبة داخل قالت في الشريعة من قتلت الشريعة فلا حلو. لا نريد ظلما لأحد ولا سيادة في الإعلام على أحد، ولا نريد أن يتحمل أحد ما لم يتحمل. يا غير العلماء هم عندهم الشريعة، اتقعدهم الدولة وتقدم لهم الأمان، ولكن يستحق من العقوبة لا تأخذكم به ما رافتون في دين الله. هذا جار في الشريعة وعلى الرأس والعين. يا الرؤساء لكم يدور النصر ويدور يتم البلو، ولينصرن الله من ينصر. اللي دار البلاصة يحافظ على حدود مولاه، ولي أضب عليه الملك ينطر من تحته ويخليه قاعد. ويا اللي دور الشهرة حق الله عاد موريتاني لا اللي ترى يطلب شيء طائفة والله مجموعة لا يتم في قاعدة الدولة والله على كذا، كأنها الطريق لاختخار الشيع بها إلا سب الله وسب رسوله في الله. هذا ماله هو بداية للهلاك. المقدسات أهرى يوصل بهانتها إلى تحصيل مطلوب. تلحق جريدة تكتب لفوق على عنوانها عنوان خبيث دور الناس كانها تقراه وتشري، كأنها ما هي قادة توصل للترويج ولا للدور، ما هو إذا سبت الله ورسوله وتعرضت إلى دين الله. وراني محذركم من الليلة ثم كاملي وخاطركم كاملي، ما يبقى بليده ما وصلتوها لنتبلوا انكاركم واستنكاركم، وعلى الارض موريتانيا لا يقبل فيها. ان هذا ما يجب يبقى في موريتانيا، هذا النوع ما يصلح يمشي في موريتانيا. اللي منها راكد وعوه واللي منها جاهل علموه.
واللي منها هام الجراء على الله أقمتوه، وعلى السلطات، على السلطات من الليلة هذه أن تنفذ أحكام الله في كل صغير وكبير. يا هذا اللي تسمع في الياع، اجلس. ليلى، ما يبقى بليلى، ما يبقى الليلة بليلة. على امتداد موريتاني ما قلتوا لها يلي لكن ليس تشحن ولو عن قريب. ولا تبقى إذاعة ولا موقع إذا يبلغكم عنه يروج المعاصي. ما ضيقت عليه الخناق إنني توب المولانا توبة صادقة في أرض الإنسان. يا اللي دكتور ويا اللي مثقف ويا اللي همت الحرية يعرف على أن التعدي على ذي مولانا المنية ما هو الحرية، ومولاه ما هو لا يخلى يمشي في أرض موريتانيا. حق اسم بالله ورسوله ويجي الناس. مولانا يقول له اليوم أكملت لكم دينكم، هذا الدين اللي يمشي معنا بسرى مره أكمل. أيقول الله أن دينه كمل وأنه رضي بالإسلام، ويمبرز واحد من موريتانيا يطعن في هذه الإسلام. إلى يس كيف قبره إن قالوا من ربك ومن نبيك؟ يقول النبي ما هو متوى ما هو مالك. أنا للنبي المشيت لماني متوافق معه. أنا عندي معارضة مع ربها النبي. من ربك ومن نبيك؟ لن يولد لك حتى في القبر. انت قاعد مشجر عليه ما انك راضي من العم. اللهم من لا يرضى بدين الاسلام ويرضى بهدي الاسلام طهر بلادنا منه واحشره في زمرة الاشقياء وسلط عليه من البلاء ما لا خبر له به. لا إله إلا الله. إنسان من المسلمين من أرض الشنقيط، أرض العلماء، أرض الأولياء، أرض الصالحين، أرض كذا، ومع ذلك يسب رسول الله هذا لا بداية، هذا لا تقياس. يا كان الأمة مازالت تحرك لدينها. في باكستان يلي ترتد امرأة تحرك أكثر حوالي أكثر من 100 مليون، تحرك دولة كاملة على وجه الأرض. اتلوث يا كرقاس اللي يكفر بالإسلام لا يتقبل بالكذب. وموريتاني يشدوا الأخبار لا يقبوش من الأخبارات تخالف واحد قال انه كذا، والواحد يتم يوكل ويتم يشرب مطرك. أليس من الخزي والعار، أليس من الخزي والعار أن لقاشن إن يبتسبوا ما يبقاش من خاسر، وإن يبتسبوا له ما يبقاش من السوء، والأحزاب إن يبتس رئيس الحزب يتحرك الحزب ويكتب في المواقع ويعد المقابلة ويسب من سب ويلعن من لعن، ونحن يسب رسول الله ولا يتحمل. هذا هو الإسلام؟ أين الدعاء؟ أين العلماء؟ لم العلم اللي يصبوا في الياعة والتلفزة والياعة؟ إذا كان يسب رئيس الإسلام أمين الله في الأرض والسماوات أفضل خلق الله، مش مازال رجع للدمج؟
أي فائدة في الوطن. هذا الوطن طن 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 شبه خيط. يشب رسول الله عليه في أرض المسلمين بين المسلمين، وتكتبه الأقلام وتروجه المواقع. أين الإيمان بالله عز وجل؟ أين؟ هذا مروة خطيئة، أمر خطير. هذا النوع مروة تحرك له الجيوش وتستنفر له القوات، لأن هذه القوات المسلحة لكل هاي السيد المولانا. أين إيمانه وغيره؟ أيسب رسول الإسلام؟ يكتب عنه أنه ما هو عادل؟ يزكيه مولاه ويطعن فيه واحدين من رجالة موريتانيا؟ هذا ما يكفيه، هذا ما يكفيه التبرع؟ هذا لا بد من جزاء يناسبه. يا غير العلماء، العلماء مجد وكلها ما اعتبر انه لاحق الجد يلحق في العلم. جمع جماعة من العلماء ويعيط لكل رجال تخطى حدوده اسوأ لك واسوأ مسألة اخرى. وانا عارف على ان اللائحة بادئه موريتانيا، واللي يتكيس هي من يتلحق دور يعقب ان جابركم سب الله جل وعلا وراح يجاركم، راح يجاركم الا بداية، راح يجاركم فاتحة دولات. هذا اللي تراعوا فيه وتسمعوا فيه اللي نوع من السب مولانا واتهام. كيفاش مثلا؟ كيف واحد يقول لك انا شنو معنى دمرة؟ تجيك تعيط وتقول لك انه شنو معنى الراجل يطلقها ويا ما طلق؟ هذا اللي طعنوا في احكام الخالق. واحد يقول لك انا لماذا يمرأة يكد يأدب على الراجل غير ما تكتب؟ لماذا الرجال قوامون على النساء؟ ويتمنى الله يتقدم يتقدم. ويجيك واحد يقول لك انا لماذا ما تنعطاني السكين؟ وانا لماذا؟ قولوا لانك عبد لله ومولانا قال انك ما ينعطى لك. شنو الحين وزن؟ هذا حكم الله ما عبد الله وزن. هذا لا تطاول على شرع الله. واحد يقول لك انا لماذا تعود افضل مني؟ الى فضلني مولانا عليك شنو وزن؟ تيلا وضحك مولانا شنو عدل؟ مولانا قال اني نقدم عليك. يقول لك انه ما هو قابل ذلك المولانا. ايوه يكبر الدار موريتانيا ياسر من ثقافه لا يتقدم الى الرده والكفر. هذا لا تشكوا فيه، لا تاملوا في هذا النوع من الكلام بنات الناس. تلحقوه رده ومقدمه رده. هل ترضون بهذا يا عباد الله؟ أول شيء خرسكم هذا وأعطوهم المولان. وعرفوا كاملين على ما خارج حد يحد المنكر ما عنده وقاهم وعنده مادة تبقيه. ولين عود يوقفك قارضه والله علاقته بيك والله جيته ما تخليك تنكر المنكر. أعرف أنك عدو من أعدائي. احنا نقراه في الشريعة ان ابراهيم خليل الرحمن قال له مولانا اذبح لك مقطرة جبته وتباك مع اهل اي ذبح اياك. عود حد ما عنده قريب مع مرضات مولانا. الصحابة ابو بكر نفاس وتمدر بارك الله يقتل اولاده لانهم ما بني عن شهادة ان لا اله الا الله. خارج واحد راس المنافقين قال له عبد الله بن ابي بن السلول يعني نظهر له منافق. هذا قرأه في السيرة، يا اللي قرأ في السيرة الضلال والحيف والشور يقرأ في السيرة تجد ما يقتلك ويصدمك، لكن العيون التي طمسها الله عن الحق لا ترى إلا الباطل. عبد الله صحابي
وابوه قال له عبد الله هو عدو الله حقا. قام نافذ ابوه صحابي حاس على ابوه وربطه في جدر في بليده حامي لا الشمس وعاد واقف مقرضي ولو قابل حد يحلو عاد يشوف الصحابه يقولوا له تكايس هذا والدك وارفق به واطرسه. يقول لهم والله ما ينطرس من الربقه ما هو الا عشان النبي صلى الله عليه وسلم بيد وعاد هو الطاس. ايه داره جده ينفع في اخلاق حد وهو شوي باني مربوط في جدر في الشمس. قالوا انت شايف عليه؟ قال لهم هو يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. عجب وش قال؟ قال لهم يقول يقولون لا رجعنا الى المدينه لا يخرجن الاعز منها لا لا مع ان الفم هو الذليل. والله قال لهم ما يطرس ما هو النبي صلى الله عليه وسلم وحتى لا مشاني صحابي ما يطرس. اعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم مشاني مرسول. قال له لا جن الاسلام نفسه وعاد يطرس. قال لهم من دوره يطرس النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعرف اذا كان لا لا هو ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولوا كامل الله اكبر 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 الله اكبر. والله قال هم ما يطرس ما هو رسول الله. يعني يعرف ذلك كليب هو ابوه. يعني يعرف ذلك كليب ان العزيز ورسول الله والذليل هو. عليكم مستعد يعدل في اولاده وابنه. عليكم مستعد يذبح ابوه. عد من يظهر لك النبوه في المكافئ الف الف واقطع عليه. يا موريتاني هذا هو الاسلام هذا هو الاسلام الشبيه رسول الاسلام ان يكون الله ورسوله احب اليك مما سواه. ما حدك ما فات عاد مولانا ورسوله دينه اقرا عليك من قبيلتك واهلك عرف انك ما نكرك. السمع اللي قال رسول قال القران قال قل ان كان اباؤكم اباتكم وابناؤكم اولادكم واخوانكم خوتكم واخوانكم وازواجكم المراه اللي عندك عليها وعشيرتكم اللي هي القبيله وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها الى عاده كامله احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل اوفاه من الدين فتربصوا حتى ياتي ماكم مد ولا اخذ منكم. وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتمها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها إلى عاد عندك شي من اضطراب أقلع عليك من دين مولاه. والله عندك قريب أقلع عليك من دين مولاه. تربصوا معنا هنا يعني نجيب لكم مولانا حكم وبلاء وعرفكم لا قيمة لكم عند الله. حكم بالله عليكم أين الموريتانيون اللي ذنبتم؟ واحد يتبرع من تقوله ولا هم بدي بالكلام. واحد من الصحابة واحد من الصحابة قال لحد من أرواقيش قال له ما أنا لما رماني لحي خليها الجيش المسي. قال له لو الصحابة قال له كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قالوا أنا بعد والله ما خالي مولاة خيمة القيس المسي. قالوا والله ما تيجي نتكلم معاك إني نتكلم قبري. اقفل عنه قفلة يا بهرب. أنا قال له نقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول لي إنك تريد حتى تهاجر من الدين. عمر بن الخطاب هذه الحكاية. تو معايا والله ما كنت معايا. عمر بن الخطاب خالق واحد تخاصم هو واحد منافقي منافق وهو عايد منافقي والفوق والله يا عباد الله اللي خاص شعر ياسر من موريتاني
يعود وقاع الواحد منهم ما عنده علاقة بربه ولا بدينه. بهذه تزيكين ما قرأ كم يوكل ويشرب وتو ينقش ركعات وقت مع الوقي وني يبقى واحد قدام ماهم عدى بي ستة. الراجل هاي صحابي يعني معناها انه مسلم مولانا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتخاصم هو واحد من الكفار وجاوا النبي صلى الله عليه وسلم وطرحوا عليه مشكلتهم. ده هو اللي اظهر له على ان الحاج مع اليهود بوح حكم اليهود وليسمع ذلك الضالون المضلون الافاقون المفترون الكاذبون الدجالون الملحدون في دين الله. حكم النبي صلى الله عليه وسلم الكاذب مات مونك جاي مجال ابا بكري قالوا يا ابا بكري انا نختار نتحاكم معاك نتقاطع اللي كانوا للراجل لمسلم مولاه. قال لهم انتوا وافدتوا شيتوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما افدتوا شيتوا؟ قالوا له والله. قال لهم ايش قال؟ قالوا اليهود يحكم اليان. قالوا ايوه درك عني وشهد درك عني وشهد. انت حاقرني تقول النبي صلى الله عليه وسلم فاتحكم بيناتكم وتجيني انا تعال ما ترضى بحكم الله ورسوله. قدموا نجاو عمر رضي الله عنهما ان يجاو حكاوا عليه الروايه. قال لهم انتم ما جيتوا النبي صلى الله عليه وسلم ما جيتوا. قالوا اليهودي والله الا جينا. قالوا ويكم احكم له. قالوا اليهودي احكم لي انا. قالوا انت لو حرم التكسي. قال لهم سمعتوا قال ياك يا غير مختار السو لك انت. قالوا اصبر لي هون شويه حراني بغايتي شويه. ادخل في نقر الدار وشاف سيف ولامه معاه ولين جاء قال له حلو شو علي القصه يدور يتاكد لعله يكتروا ما فات تاكد. وهو يقول انه اشهد ان لا اله الا الله ومسيل مولانا والروح. قال له هو انت ما تمرت بي. قال له حني شوي ندخل المنزل ما صيفه جاي منه اللي جاء. قال له حلو لي القصه ان علي وتاكد قطع راسه قطع راسه تو عمر سقادير في النعود من القاعدة وسقادير ولا قارنه يرهابي ولا قارنه متشدد. هذا بالنسبة له خطوطة يلقى بهم ملائكة ما هم عندك شي بعياطه الباطل بعرف. قام الطشة وبلغت القضية للنبي صلى الله عليه وسلم عيط وقالوا تروى السيف. قالوا قال لهم كلا وانه فت التحكمت بينات وامن هذا مقال له ما ارضى بلوي سورني انا عمر عادي استفتاني انا هو فات طفيك انت. قال له وسجنه. قال له ما اجبرت له من شباب يكون يقطع راسه. هذا النوع جواب ولا السيف. سكت النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء خبر يحدد. وليسمع ذلك الكتابون المكتوب عليهم الضلال والشقاء. جمل العيد الشحاني الوحي يجي القران يقول الم ترى الى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا به. إن يعقب لأعلاه يجيب حلوف فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. من الليلة من الليلة من الليلة أعرف على الموريتاني مهددة في ديني وأن الكفر بدأ يرفع رأسه من أبناء الموريتاني وأن الطعن في دين الله لكن فترة يشي شكل منه يقدم الدين وكل فترة تجيكم منه مرد. وعليه وحوصكم ووحو أولادكم مقاربكم واسرحوا فيهم اللي يجيس أمريكا ويجي أكثر من النمرود وفيهم اللي يجي الفرنسا ويجي أكثر من الشهاد ويمثلوا من ثقافة لا تؤمنوا بيوم الحساب. وعاقب يكفات حالهم الدولة ذا من اللي لا عافوا لك اللي يذيع وفات حالهم الانترنت وكلها يدير الجاي وفات حالهم مختلف المواقع والناس ياسر منها يعود كافر يا غير لام وني افتح للمشاة لهي ويخرج أضغانه
يطلع لك أنصار ما كنت فاضل. يظهر لي يظهر لك كفر قاعد سلك لي الحال. وعلي من الآن انتبهوا يا عباد الله، ووعوا أولادكم مقاربكم وهم، وعرفوا على حد ما دار قدامه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حرم الله عليه الجنة، وما حدك في قلبك مالك راضي تشيل من اللي عدى ولا اللي يقول. اعرف انك كافر بالله، واعرف انك اني تكره شو من احكام الشريعة شو منها تنقص، ما تبقي ما تبقى عندك حسن. لا تعود تكره شو من احكام الشريعة مالك راضي به، يمتحل عندك من خير. ولذلك يقول الله تعالى ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعماله. كرهوا ما انزل الله فاحبط اعماله، ما قد عليكم شيء. والله يا ما كذا نفهمتوه. ايكم يرضى بهذا يا عباد الله؟ انا خايف يعني ما تطبق الشريعة ولا يستثنى منها رجل كبير وصغير وجميع اللي تعالى، يعني ما يرجع الشرع مولاه. لا يورطكم عرض موريتاني هذه الله فوقه بهذا خارجين شوابين الشد من الشباب، والواحد يعني يسمع منك ردة يعطي كلام الوقت صامك ودري يستغفر الله يتوقع ان لا تنزل عليه صاعقة. يعني ينقاد واحدين من اولاد موريتاني عاد وينشروا لي الحال شبقى يعني. وانصحوا لحكم الشعب وانصحوا الولاة انهم كاملين يعرفون لا خير فينا اذا لم يطبق شرع الله. لا خير فينا اذا لم يشدد على اعداء الله ويرعى لهم، لأن قوة الإسلام ما قد حد يرفع صوته بالباطل معه، وأن العلماء ما يعطيهم القيمة ما هو لا رفع راية الخير، وللعودين مولانا يوطى عليهم اللي يسولهم عنه لو يوطى عليهم هو به اللي قيمتهم اللي من الدين، والدين باش مدة خطات ما يسول عنه. والله ما فهمتوا، ولا يبقى حجمكم عنده قريب ما عاد متأمل في روايته بهن هذا الزمن، خايفين ولا يعود الزمن اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يعجب يخلق زمن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يصبح مسلم مولانا ولا يروح عليه الليل يكون تبدل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مسلم اخرين الناس مزول عقلها من التلفزه ويا من مسرح ويا من الجوالات والدنيا متواصلة، الواحد يمشي من عندك يصلي يرجع لك أكره شيء عنده النظر. كلام السؤال الشيء لما رأى تصور إنها الزوج اللي عندها يقول لها على إنه هو ما هو مصلي، وليه تقول له اتقى مولانا يا غضب عليها أن اتقى مولانا هو أخر خايف يعني شيء من خشب النار تحرق توكل الفرد موريتاني سارع. وعليه عسوكم يا عباد الله وانتبهوا لدين، وحد كامل اظهركم انه دين وما كذا، ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم. انا مالي مثبت على حد ولا لي نافع عنه، ونتكلم على حسب ما بلغني وحسب قوة الخبر اللي يوصل. اراني بيّنت لكم مين خرجتي ما في قادر اتكلم بها، وراني وضحت لكم بالحسانية تفهم مكان، وراني طلبت من عند رئيسي لآخر واحد انهم يقوموا لدين مولا يلعب دور مرتلي تم طبيعي. ولا خير فينا جميعا الى لن ندافع عن رسولنا وعن اسلامنا. واني خايف يلين ما توقف السلطات في اعراضه ما نعرف يا كل هي بهذا. لو كانوا اهل الباطل حاسين بينهم ما يقدروا يقولوا كلمه ما حرك عليهم الناس، واحد منهم ما يقدر يفكر. يعني تفضل مولى الباطل يقول كلمته بكل بساطه، عرف انه معناها انه حاجه لك يعتبر الدين مولانا ما بعني.
عليه أسركم كاملين إني لكم محذر. فاحذروا جميعا مستعدين كاملين. لا يبقى منكم حد عنده عسكري ولا والي ولا حاكم ولا ما فائدة دبتان؟ ما فائدة الأحزاب الصامتة؟ أهرو في حزب باركي قد يسميه حزب هاني، والله يقول إن رئيس الحزب الويخي ما أقام عليه الدنيا وقت. يخو مالك ينتفسوا لأحزابهم يا غالي، ما ينتفسوا المولان ينتفسوا ولايتهم وينتفسوا قبيلتهم وينتفسوا لأصحابهم يا غالي، ما قد تسجل لهم نفسيا لله. هاي أماركم تعرفوا أنه بعد حد هذا النوع نبرو إلى الله ونرجو الله أن يسلمنا من الأذى وأن يجنب بلادنا وبلاد المسلمين من الملحدين الفاشرين الضالين، وأن من لا يريد به خيرا أن يبعده عن أرضنا وعن بلادنا وعن وطننا، وأن يرزقنا من هو خير لنا. تو معي ولا ما كنت معي؟ هذا كامل في المغوف. والاخ قال لي ان الوقت انتهى، قلت لكم على انه لا اسئله، وعقب قاع جات الكرشات والنقصاري، واخيرت بالكرشه اللي تشدون النقصاري، واخيرت بشي كامل يذكر مولانا وينبه الناس على دين مولانا. لا خير في علمائنا ولا في اوليائنا ولا في شرفائنا، الشرفة نعطالهم الهدية والصحة، والعلماء لحمهم السموم وخير. يا غالي كامرين ما يتحامل شرع مولا جري فيه، لا خير فينا. هذا من مساجد اللي رفع منها الله أكبر واشهد أن محمد رسول الله، رسول الله يهاجم طوام جمعي. أمال هذه الأبواب ما ترفعوا فيها الأعيار دين مولانا ما يريد حد. يا السياسيين لا تنحرف في الشقاق دين مولانا ما يريد حد. وعرفوني لا سكفوا عنكم واحدين، فيه واحدين عاطين انفسهم المولان ولا هم لا يكسفوا ويخلوا. هذا لا خاطرنا صاحبي يا الشباب الملحي ويا الكحول الضالين ويا اللي كامل دين مولانا عدله يوضح لي، يعرف انه في وحدين ما يوضح حتى لش من دين الله ما وضحوا عليه، ولا سولين ولا هم متعاكم على قد. وانا خايف على البلد وسائل عيط عياط الخوف، انا خايف من ان ياتي اليوم اللي تبدا الناس تتصرف منه. اراهم لكم في وحدين ما قدروا يتحملوا المناكب، واش قال العاد سب الله ورسوله. هذا ما ترى راشي. انا والله استبشرت خيرا قبل ليالي، استبشرت خيرا وشكرت الله تعالى، ثم دعوت للرئيس وللوزراء وللحكومه ان يبلغوني الناس متوافره ان ليله ترنتيا ما احرق فيها الشاب ما رمضت السلطات انه ما يبلغ. حمدت الله على ذلك انه ليله من السماء في الواكشوب ما قط بلاني ان الدنيا ترومص ليلة 31 ما مخلي حد يحرق اذا الشاط النصارى ذيك الليلة انفاق قفرة الابواب وصب شيء. هذا النوع هذا النوع يسرني واشكر الله عليه واذكره شكرا لله اللي شعل السلطات تتدخل اياك تغير الموقف. هذا هو المديور من الرئيس والمديور من الوزراء ومديور من الاحزاب والمنظمات اللي كانوا يعودوا وتعاونوا على البر والتقوى. دين مولانا ما يتحد وحد لحقه يعرف ان وراه هو لحق البلاء كامل الشرطه. تو بعد مستعدين يا كامل؟ شوف حتصوركم الحل. شوف شوف انا ما نسمي حد، اياك ما ينعرف منكم، اياك يعود مولاه ما ينعرف اسمه،
ولاين عرف شيفتي ولاين عرف، وتعرفوني من خلال تغيير المنكر. نتكلم على المارة غير ما نقول ملاها، اياك اللي من هفات وملاها ما يعرف بين اللي احنا المتبكرين منه المعصية، وندوروها ينعس منها ودوات الاشخاص ما بيننا معاكم مشكلة. الحل شو؟ لانه حل شو؟ الدولة تحل عيني والحكومة تحل عيني، وذا الشيء يحركها يعود العلماء كاملين مقيمين العيطة بالشريعة مولانا في الأرض. الدعاة ينتشروا في كل بلاد، والناس تقردين مولانا ياك تعرف للي يردوا المهم، والسلطات أي واحد خطى حدوده ينقبوله قضاة منزهين متحذرين. ومريتني الحمد لله فيها العلماء المحقين، وفيها القضاة في الحدود، وفيها الناس الطيبة. ولا سمعت ولا قاه يقولش من الكلام ياك ما هو على عموم، ينقبوا قضاة نزهاء فضلاء يعرفوا الشريعة ويقعدوا، لكن اللي حاكم به الشريعة يطبق على الرأس والعين. واللي مدي مظلوم يرتفع عنه ظلم، قالوا ابويا ما عندك اي مشكلة، يمشي متمونك انه براه الشر. لما الواضع من قتلته الشريعة يقتل، ومن أدبته يؤدب، ومن جلدته يجلد، ومن قطعت يده تقطع، ومن حبسته يحبس. والمهم نعود كاملين انصارا لله، ما كنتم مستعدين كاملين مع شريعة مولاه، لا يظلم احد ولا يشار على احد. ايوه انتهى الدرس، لا ينعدل الدعاء. هذا قالوا بعد عرفته كاملين وسحبته كاملين ارعاه من كل مقلاة، تبقى قرية ما دخلته بيد طلعين، لعل واحدين يقرشونه، ولعل واحدين ما يبلغ، والله مادة تزيد فيه والله تنقص. بلغوا الهني تسمعوا بكلامي، ما يزيدوا حد ولا ينقصوا. خارجين واحدين يزيدوا بهم الفقايا، وخارجين واحدين ينقصوا بهم الجوكين. وانا نختار الكلام يوصل كما هو، لا لا تظلمون ولا تظلمون، ما في ظلم الحد ولا تجاوز. يا غير الدفاع عن شريعتنا والذب عن رسولنا وإذلال أعداء الإسلام والتنبيه على المناكر الفوق مربوطة لها الأبواب، ما هي مشحودة عن حد ولا هي ملبوسة. لما الوضع أسود القضية وأسود غيرها، عودوا كاملين صنادرة مولانا، والمنكر ما تقبلوه. يا غير ما فيه فوضى ولا فيه إساءة ولا فيه شتم الحد، وإنما شريعة مولانا ذا قالت يعدل، وشي ما قالت ما يدور حد. لما هم مستعدين ما في حد يظلم حد. ايه وانا هنا اختم بالدعاء كي قلت جالكم قد كيف كوني ناهي تم كربا يا بلا معنى. انا ماني ماشي معاكم ولاني ماشي ضد الدولة، انا ياكل بيّن لي الله اخراج ان يوفقني نقوله ونبلغ ما زد فيه ولا انقص. ولاني ضدكم انتم، ولاني ضد مادة اخرى، ولاني مع حد منكم من. وعليه احنا كاملين يا الله الحضور مصبولين لمولانا والشريعة، واللي منكم ما هو مستعد لله الله يسقيه ويجريه ويجريه. شو ليلة غدا ان شاء الله، ليلة الاثنين ان شاء الله يعود شافني، ونعود نسأله مولانا، ونعود خايف لعل يحشرني مولانا معه. توف يلي هذا هو واجبي وراجب من مولانا يحلم عني وعنا كاملي. ايه وانا هنا اختم بالدعاء ان شاء الله. استغفر الله استغفر الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم رحمتك أرجو، ولا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان، يا وهاب يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائك، سألك اللهم بجميع صفاتك، سألك اللهم بذلك كله، لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته،
اللهم لا تغلنا هم إلا غفرت، تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ولا هم إلا فرجته، بالعافية والسرور عاجلا غير راي دائما وابدا. اللهم لا تغلنا هم إلا فرجته، اللهم لا تغلنا هم إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترت، اللهم لا تغلنا عيبا إلا سترت، اللهم لا تغلنا عيبا إلا سترت، ولا دينا إلا أديت، ولا دينا إلا أديت، اللهم لا تغلنا دينا إلا أديت، ولا عدوا إلا كفيت، اللهم لا تغلنا عدوا إلا كفيت، اللهم لا تغلنا عدوا إلا كفيت، اللهم كن شريعا على أعدائنا، اللهم كن شريعا على أعدائنا، اللهم كن شريعا على أعدائنا، اللهم من رامنا بسوء فاجعله في نحي، اللهم من رامنا بسوء فاجعله في نحي، اللهم من كاد لنا فكب له، ومن هم بنا سوءا فخذه ولا تمهله، اللهم من أرادنا بسوء فخذه ولا تمهله، اللهم من أرادنا بسوء فخذه ولا تمهله، اللهم اجعل بلادنا من أحسن البلاد، 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 واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم الدين، اللهم اجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم الدين، اللهم اجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم الدين، ونحي عنها زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد، اللهم نحي عنها زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد، اللهم نحي عن بلادنا وبلاد المسلمين كل زايغ وكل ضال إن لم ترد هدايته، اللهم من تعلم أنه يريد الفساد والإفساد ولا تريد هدايته سلم عليه سيف انتقام، اللهم سلم عليهم سيف انتقام، اللهم سلم عليهم سيف انتقام، اللهم قطعهم وشددهم ومزقهم واقطع دابرهم ونكل بهم وصب عليهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم نحي عن بلادنا وبلاد المسلمين كل زيغ وكل ضلال وكل فجور، اجعلنا جميعا أمة محرومة تحب فيك وتبغض فيك، اهدنا جميعا قمة وقاعدة، اللهم انصرنا وانصر جميع من نصر دينا، اللهم اهد ولاتنا ورؤساءنا وأحزابنا وطوائفنا وقبائلنا إلى ما يرضيك عنا، ومن تعلم أن لا يريد إلا الشقاء والسوء للبلاد نسألك أن تقطع دابره وأن تسلط عليه ما لا قبل له به، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، لا تنسوني من صالح الدنيا.